إذا لازم نتطلع عندنا بشكل عام المانيبيوليتر ارم عمال رح نحط فريمز اوف ريفرنس، رح نستعمل فريمز اوف ريفرنس. وعندنا فريم طبعا احنا في 3 دايمنشنال سبيس، فرح نستعمل دائما 3 دايمنشنال كوردينيت سيستم. بدنا نتاكد انه الكوردينيت سيستم هو الرايت هاند سيستم عشان ما نلخبط، ولا الاشاره رح تتلخبط معنا. ايش بنستعمل عاده؟ رايت هاند. رايت هاند سيستم بنستعمل بنروح من اكس، من البوزيتيف اكس للبوزيتيف واي، والثم بيكون باتجاه الزد. هذا هو الرايت هاند سيستم. ولا اذا لخبطت السيستم من هون رح يصير عندك ليفت هاند سيستم. فاحنا بدنا نمشي على كونفنشن واحده، رح نضلنا ماشيين على الرايت هاند سيستم. فدائما بدك تتاكد انه عندنا عمال نشتغل على الرايت هاند سيستم. الرايت هاند سيستم اذا بعمل اذا بحط الاربع اصابع في اتجاه اللي رايح من البوزيتيف اكس للبوزيتيف واي، رح يكون الثم باتجاه الزد. هلا رح الفريم اوف ريفرنس الرئيسي اللي رح نضلنا نرجع له، الجلوبال زي جلوبال ريفرنس او جلوبال فريم، هو البيس، النقطه تبعت البيس. هاي هي الاساسيه هون تبعت البيس اللي رح نرجع الاشياء لها ورح ناخذ لها فريم اوف ريفرنس. وطبعا عندنا كله هذا ريلاتيف، يعني ممكن احط فريم اوف ريفرنس ثاني. اي اوبجكت اي كان اتاتش، كلمه اتاتش اي كان اتاتش فريم اوف ريفرنس للاوبجكت. في عندنا تذكروا انه في عندنا الجريبر وعندنا التول، فالجريبر ممكن تكون ماسكه مثلا مفك، وعندنا الاوبجكت. هذول كلهم اي اوبجكت او اي روبوت ممكن اعمل له اتاتشمنت لفريم اوف ريفرنس. تاكد دائما طبعا، هون نرجع مره ثانيه، هي الاكس هي الواي، من الاكس للواي عم بعطيني البوزيتيف الزد بوزيتيف. فاي اوبجكت اي كان اتاتش فريم اوف ريفرنس انكلودينج الجريبر او الاند، مرات بنسميها الاند افكتر. اند افكتر، فالاند افكتر من هون كمان عملنا لها اتاتشمنت لفريم اوف ريفرنس. هلا هذا الفريم اوف ريفرنس بيختلف عن هذا الفريم اوف ريفرنس، بيختلف عنه في الاورينتيشن وبيختلف عنه بالبوزيشن، بالريفرنس بوينت. ففي اختلاف بين البوزيشن هذا، البوزيشن هذا اللي هي ديسبيسمنت، وفي اختلاف في الاورينتيشن. لاحظوا الاكس هذا وين متوجه؟ بهذا الاتجاه. الاكس هذا متوجه باتجاه مختلف. إذا عندنا هذه الفريمز اوف ريفرنس كمانيبيوليتر ارم، عمال نقول انه في عندي لينكس، اخذتوا اللينكس في الماشينري؟ ففي عندنا لينكس مختلفة. عندي مثلا هون إذا كان هذا بلف بهذا الاتجاه، في عندي هون لينك، وهذه بنسميها جوينت. فعندي جوينت هون، عندي مثلا جوينت هون كمان بين القطعتين اللي موجودات هون، فعندنا كمان جوينت. والجوينتس هذول بقدر أوصفهم بالزوايا تبعتهم. فبقدر اقول مثلا الروبوت الان موجود في البوزيشن ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 ثيتا 4. اوكي؟ ممكن انا احكي طبعا الترناتيف، ممكن احكي انه هذا الاند افكتر موجود في اكس 1 اكس 2 اكس 3، مضبوط؟ وبأورينتيشن باتجاه معين. او ممكن احكي عن جوينت سبيس بنسميها جوينت. يعني هل انا بقدر يونيكلي اوصف البوزيشن تبع هذا المانيبيوليتر ارم؟ لو جيت قلت لك اوصف لي بالضبط هذا المانيبيوليتر ارم شو وضعه؟ ايش بدك توصف؟ توصف الجوينتس، الجوينت انجلز بالحاله هاي. هون فيش عندي بريزماتيك، فيش، فعندي بالحاله هاي انجلز. فمثلا عندي انجل هون، اذا وصفت شو الانجل هاي بعرف بالضبط البوزيشن تبعه، بس ما خلصت هيك. ممكن هذا يكون في اي مكان، مزبوط؟ بعدين بوصف الانجل هاي، بوصف الانجل هاي، بوصف الانجل هاي. واذا في عندي كمان انجل هون بوصفها. لما بوصف او بعطي القيم تبعت ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 ثيتا 4، انا وصفت بشكل دقيق البوزيشن تبع هذا المانيبيوليتر ار. ماشي واضح؟ هذا بنسميه جوينت سبيس، مش كارتيجن سبيس، جوينت سبيس. ثيتا 1 ثيتا 2 لحد ثيتا ان بكون وصفتها. هلا احد الاشياء رح نشتغلها، رح نصير نحول من ريفرنس فريم لريفرنس فريم ثاني، وهي احد الاشياء رح نشتغلها بشابتر 2، كيف اني اعمل تغيير، اغير من الريفرنس. فممكن اقول انا موجود في اكس 1 اكس 2 اكس 3 بالريفرنس فريم هذا، لكن ممكن كمان اقول انا موجود في اكس 1 داش اكس 2 داش اكس 3 داش في الريف، هي نفس النقطة. نعم. بس احدد زوايا الجوينتس هيك خاص بكون يونيك سولوشن كله؟ الا اذا الاطوال هاي بتتغير. اذا هذا ما هو احنا هون مفترض بهاي الحالة. كلامك مضبوط طبعا طبعا. اذا عندي هلا هذا، ترجعوا لهذا اللي حكينا عنه هون، الترايبود مثلا. خليني اوقف الفيديو هناك.